مرحبا اصدقاء وحبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم اخوكم مصطفى من المانيا برلين، من فرنسا جيرماني. طبعا اليوم راح اخذكم المحل كلش حلو. هذا المحل يبيع ملابس اسمه تيكي ماكس برلين بالالستفيدا بلاتس، صاير مكانه موجود ويعرض محل، يعرض ملابس كلش حلوه وبيهن ماركات همات حلوه. خليكم ويانا، شوفوا الفيديو وتمتعوا. طبعا هذا المحل مثل ما تشوفون راح اصور لكم اسمه حتى تعرفون تجو. طبعا هذا موجود المحل برلين، اكو من عنده يعني 5-6 فروع، مو بس فرع واحد. مثل ما تشوفون هذا بالاحمر مكتوب تيكي ماكس، تيكس ماكس هذا المحل. طبعا انا اشتري من عنده دائما، شغلاته كلش حلوه وماركات ورخيصه، اكو بين غاليه كلش اكو بين رخيصه، يعني اشكال. هذا يا اسمه تيكي ماكس. خليكم يانا، خل البس الماسكه وين ابدي اطب ابدي اصور لكم ان شاء الله. مثل ما تشوفون المحل هنا بيه شغلات مال ميك اب مثلا نسائيه، بيه هنا شغلات همات عندكم عطور وشغلات كلش حلوه. طبعا هاي الشغلات المحل هذا الشيء الخصوصي الحلو البي ان هي هاي الشغلات كلها تجي من كل العالم، يعني من كل دول العالم، من امريكا، من كل الدول. هاي هنا شغلات عندك مال ديكورات مال البيت همات. طبعا انا هسه بالطابق النسائي اصور بي تصوير بسيط واطلع، مو تصوير كلش طويل. هنا عندك همات شامبوات، شغلات هواية نسائية. هنا عندك الجنط النسائية هم موجودة، طبعا اسعارها اشكال مختلفة، يعني مثلا عندك هاي ب40 يورو، ب30، 35 والى ما ذلك، يعني اشكال. هنا الصابون والى ما ذلك. طبعا اكو هاي نساء هنا ما اقدر اصور هواي. خلينا نطلع للطابق الفوق. طبعا هسه نطلع للطابق الفوق، الطابق الرجالي. وهذا المحل مثل ما تشوفوه محل جدا كبير وبيه كل شيء، يعني بيه نسائي ورجالي واطفال وكل شيء، وبيها ما تعرض كلش هواي. تمام، طبعا انا هم وياي الكلب مالتي هذا مثل ما تشوفوه، اذا ما تعرفوا بعدين اعرفكم عليه، فيديو قصير. هاي هنا هم تشوفون اكو جزء همات مال البيوت، شغلات البيوت يعني الطبلات وهاي السوالف الحلوه، مخدات. هاي طبعا 30 30 30 يورو مثلا واحد ياخذها يخلي بها ملابس، قلوبات، يعني اشكال. هذا التيبل لام كلش كلش حلو، 50 يورو سعره. هاي الطبلات همات حلوة، انواع السجادات. هاي عندك الطبلات المنقطن، يعني صايرة قطنية، سعرها ب30 يورو. طبعا هذا التيكي ماكس مثل ما قلت لكم موجود من عنده برلين هواية فرع، يعني مو فرع واحد، فروع كلش هواية وبيه كلش هواية شغلات. هنا عندك هاي المزهريات، هنا هاي اللي تتعلق بالغرفة وبيها قلوب، وبيها راح يشتريها ويعلقها بالسقف مال الغرفة ب40 يورو سعرها. هاي الشغلات الانتيكات هم كلش حلوة، تتعلق بالغرفة مثلا. هذا الابريق شلون حلو. يعني كل شيء موجود هنا، شنو اللي يحبه قلبك تلقاه هنا موجود، كل شيء وكل عشي. نعم عندك
شغلات حلوة. طبعا هاي العلامة الحمراء هي يعني اكو عرض بالموضوع، يعني هنا كان ب 12 صار ب 10 كمثال. طبعا اكو عروض قوية صار كمثال يعني. نعم عندك تيبلامات مع البيت كلش حلوة، اسعارها مات حلوة ما فيها شي. عندنا هاي الشغلة كلش حلوة بالمانيا تقدر تشتريها، اللي هي هاي تصير مثل الشيشة وتخلي بيها عود وتطلع ريحة بالغرفة، يعني فد شغلة حلوة. كتب دفاتر مال صور اشياء، يعني هو هذا بيه اشكال يعني فروع، فرع مثلا جهة مثل مال ملابس، جهة مال هاي الصور وهاي السوالف، اشكال خلط هاي من كل دول العالم. مثلا دهن حور، زيت زيتون، هاي مال السوشي الاوراق مثلا همات موجودة. عندك هذا زيت الزيتون انواع واشكال بخمسة يورو بستة يورو، ايطالي فرنسي. عندك هذا الصوص الحار كلش الاسباني مثلا هم عندهم، شوف شلون اشكال حلوة كلش حلوة وسعرها مو غالي، هاي بخمسة تصير حارة كلش. او هنا عندك هذه همات هوب زوزة، يعني حارة جدا جدا جدا، واحد اصلا يشتريها بس على هذا الشكل الحلو ويقدر بيها يشتري ويدبه يعني مو مشكلة. هنا عندك دهن زيت زيتون ايطالي مثلا، هنا هاي الاوراق مال السوشي باربعة يورو هم حلوة، يقدر واحد يشتريها ويسوي سوشي بيها. يعني كل شيء موجود، ناس صلصات كلش هواية واحد حتى مرات ما يعرفها شنو هي. نوع الوعاء معكرونة برتقالية جوزية الصفرة، شو تريد اكو، هي كل اكل يعني، هذا جهة مال اكل. هنا عندك العسل، الماء عسل ورد، عسل تفاح، عسل ما اعرف ايش، شو تريد اكو. هاي القهوة انواعها هم موجودة، زيتون والى ما ذلك، يعني هو اي سوالف. هاي سوالف حلوة. اتمنى هذا الفيديو ما يطول عليكم، والا اذا طال فراح اسوي حلقتين مو حلقة واحدة. هاي هنا ادوات المطبخ همات موجودة، كل شيء من سكاكين من الملاعق من كل شيء. عمل تقطيع همات، اكو من البلاستيك اكو من خشب مثلا. ما عندك مالت القهوة تشتري من عندها هاي تروح للشغل تشرب بيها بالطريق، نسائياتك ورجاليات اشكال انواع كلش حلوة. عندنا هاي همات الآلة يسوون بيها قهوة، هنا انا بالمانيا تحط بيها القهوة وتكبسها هيج وبعدين تستوي عندك القهوة وتقدر تدور بيها. او هاي النوعية العربية هاي عندي منها بالبيت 12 يورو سعرها، تخلي بيها الماي جوا والكافي هنا اكو فلتر وبعدين تطلع لك الكافي من هنا وتشربها، فد شي رائع يعني جدا. هذا قسم المطبخ. طبعا هاي مال الكيك، مال الكيك اشكال ورناب هنا اكو، مال الفرن يعني مال تسوي بيها كيك. هنا عندك هاي همات سلات مال لماعين وصحون وهاي الشغلات هم موجودة، يعني كل شيء موجود. مال الحمام هاي أدوات كلها، هنا ما عندهم ليفة بالحمام وإنما يستخدمون هاي السوالف يعني الألمان بعد وما أدراك من الألمان. سلات هاي هنا يحفظون بها المعكرونة التمن المعرف إيش
هيك تيجي علب هاي يحفظون فيها فستق كمثال، تقدر تحفظ ليش تريد يعني عادي، بس كمثال يعني تقدر تحفظ فيها كل شيء. بعد اكو قسم ثاني مال الكلاب، هم عندهم ملابس كلاب بي والا ما ذلك. نوع عندك همات مخاط مخاط، هذا كله مال الكلاب، مال البزازين، مال القطط، ملابس وشغلات، هاي فراشات مال الكلاب. راح اصور لكم حلقه ان شاء الله على محل مال الكلاب. نوع عندك همات الطناجر، قدور، عن كله مال المطبخ، هاي الشغلات. عندك شغلات الحمام هم جدا رائعة وحلوة، شغلات كلش حلوة. مثلا هنا شي روعة، شوف هذا شلون حلو، اوه كلش كلش حلو. هذا السيت طبعا هذا من مرمر وغالي، يمكن هاي بعشرة تطلع، مو كلش غالية. شفت من هنا تشتريها، هاي همات، همات من مرمر يعني مرمر مرمر، ما تنشال بدل ما ثقيله. حلو جدا حلو هذا المحل. هاي السلات هنا مال ملابس، هم تقدر تخليها بالحمام تستخدمها، سلات تعلق بيها الغراض بالحمام. هاي هنا الطاوات، انواع الطاوات شي تريد موجود، من 10 الى 100 يورو. مخاض، فراشات مال البيت موجودة. هذا قسم الاطفال. يلا خليكم يعني، راح اسعدكم حلقة ثانية ان شاء الله. مع السلامة.